واحنا بنتكلم في الملف ده على طول جمهور الزمالك وهو بيتفرج على حضرتك هيقول لي الله يخليك كابتن شوبير شوف لي موضوع بن شرقي، وعايز اجابه يا كابتن حسين. يعني كل ما اسال واحد ما بخرجش باجابه، وانا بزعل قوي كمذيع او يبقى عندي ضيف واحد بقيمه حضرتك او عضو مجلس اداره، ولما في نهايه الحوار كمان بعد جهد جهيد كمان فسر الماء بالماء، ففسر الماء بغير الماء الله يسترك. يعني والله انت كل الناس عارفاها يا كابتن شوبير. نعم. دلوقتي اللي هي ايه الموضوع؟ قول ايه بقى الموضوع، احكي لنا الموضوع. الموضوع يعني بص، طبعا المفاوضات الماديه وصلت مراحلها الاخيره واتفق عليها على المبالغ. على مبالغ نقدر نقول مبالغ ولا ما نقدرش نقول؟ اعفيني من الاجابه زي ما انت عايز. ماشي اوكي، لكن انما اوريدي كمبالغ 10 قروش. 10 قروش خلاص، وهو وافق ما فيهاش خلاف. حلو قوي، وانتوا وفرتوا المبالغ والفلوس جاهزه 10 على 10. حلو كده، حلو قوي. ايه هي المشكله بتاعه البنت اللي مصر كلها متهيألي عرفته دلوقتي اللي هو الشرط الجزائي؟ ايه بقى احكي لنا ايه قصه الشرط الجزائي؟ انتوا عارضين كام وهو عارض كام؟ او طيب هو عايز يعني مهم ده بقى نعرفه. طيب بس بص يا كابتن شوبير، هو عارض يمشي ولما يجي يمشي يدفع شرط جزائي $1,000,000. كويس، احنا قلنا الكلام ده ما ينفعش. يعني اي وقت يجي له عرض يدفع $1,000,000 يقول لكم سلام بعد عليكم. الموسم الثاني يعني الموسم الجديد يلعب الموسم الجديد. بالظبط كده، في نهايته. في نهايته، فالمبلغ مش متفق مع الارقام اللي احنا نعم اوريدي بيبقى فيه نسبه وتناسب يا شوبير. في ايه؟ انا هديك كام وهتعاقد معاك بكام، وبعدين انت هترد لي كام لو حبيت تمشي. تمام، هي العمليه عمليه تقديريه بحته. فهي قصدي انت هتدي له اكتر من المبلغ ده بكتير. بالظبط نعم. كده، فهي دي نقطه الخلاف الوحيده اللي هو الرقم اللي انت لما تحب تمشي هتديه لنادي الزمالك. انتوا بالفعل وصلتوا ل 2.5 مليون معاه؟ بالتقريب تقريبا كده. تقريبا كده. وهو رفض؟ لا لسه، هو مش فيش رفض صريح. امال هو كل ده بقى يعني بياخد ويدي مع نفسه، وده حقه، ياخد ودي مع الوكيل بتاعه. طب بيبقى مع الوكيل ولا مع اشرف بن شرقي؟ مع الاثنين. مع الاثنين. احنا عندنا حاجه كويسه جدا احنا عاملينها او بنعملها، مش عايزين نقول ان احنا يعني بنالف، لا احنا ما بنقعدش مع لعيب مع وكيل لوحده. انما لو اللعيب عايز يحضر الوكيل لازم الاثنين يبقوا متواجدين. كويس، ما بنقعدش مع الوكيل لوحده خالص، لازم اللعيب يبقى متواجد. فدايما لما يبقى في كلام بيبقى مع في وجود الاثنين. كويس، بس فهو ده الاتفاق بتاع بن شرقي بمنتهى الاقصاء. امتى يبان؟ ما هو برضه يعني مثلا الماتش الاخير برضه بن شرقي اللي جايب الجون، فجماهير الزمالك شايفه انه بن شرقي بقى هو اللي يعني الاهم هجوميا في الفريق. طبعا الجزيري وطبعا كل الناس وكلهم لهم احترامهم، يعني مثلا جول زي ده جول صعب مثلا في تذكر الكيني. يعني طبعاً لعيب موهوب مهم بيفرق، علامه فارقه، سجل اهداف مهمه السنه اللي فاتت وبدا الموسم بشكل جيد. فجماهير الزمالك تقول لك امتى يبان؟ ما انا امتى دي مش عايز ايه، انا برضو مش عايز احط اللعيب تحت الضغوط، وان كان هو برضو الموضوع ده شغله. ليه؟ المفروض ان هو يبقى شغله، بس انا برضو كنادي مش عايز اقول ان هو شغلني قوي، لا شغلني برضو، لان الولد يعني محدش بينكر موهبته ومهارته ومدى فايدته للفريق. طبعًا احنا ما بننكرش دي خالص، وبرضو مدى رغبته لان هو يكمل ويبقى موجود في نادي الزمالك. فدي نقطه برضو بتبقى يعني ايه في صالحنا وفي صالح اللعيب. في وكلاء بيبقوا متساهلين، يعني في وكيل تلاقيه متجاوب ولذيذ وسهل، وفي وكيل بيبقى صعب، بيبقى حريص على مصلحة اللعيب قوي. ماشي، طبعا الحرص على مصلحة اللعيب ده مهم، هو حقه انه يبقى حريص على مصلحة اللعيب. لا انا قصدي في وكيل سهل ووكيل صعب، ما هو الاساس حرصه على مصلحة هو اللعيب. هو من الوكلاء الصعبة، وكيل اشرف من الوكلاء الصعبين. هو مغربي ولا تونسي ولا ولا مصري ولا لا 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 تونسي او مغربي؟ مغربي مغربي مغربي. بس فهي دي المشكلة يعني اللي موجودة في بالنسبة لبن شرقي. طيب ونتمنى كل خير فيها يعني. ما بتلعبهاش ليه بذكاء أكتر مثلا؟ واضح إن أشرف ارتبط بجمهور الزمالك يعني، وأشرف غير فرجاني. تمام، فرجاني يعني قصته، وأشرف غير حمدي النجاز. يعني بشعر إن أشرف عاطفيا أكتر شوية. إحساسي يعني، ما أنا ما أعرفش ده، أعرف حمدي شوية. ما التقيتش، ما سبقليش شرف الالتقاء لا بفرجاني ولا حتى بأشرف نفسه يعني، ولا حمدي، بس حمدي كان في اتصالات بيني وبينه يعني. يعني ليه مثلا ما بتلعبوش على يا ابني اللي حصل وجمهور الزمالك والدنيا محطوط في حته عاليه؟ هو احنا مثلا شفنا فرجاني لما راح الدحيل القطري كل الاحترام وكل التقدير، لكن مش بالفرشه اللي كانت موجوده مع الزمالك. نفس الجماهيريه ونفس الشعبيه اللي كان بيلاقيها هنا في مصر. ده حقيقي، بس احنا برضو بنتك على دفاع واحنا بنتفاوض. يعني كل العناصر اللي انت بتقول عليها دي، وخاصه حته الجماهيريه ونادي الزمالك وحبه هو نادي الزمالك وحب جماهير نادي الزمالك دي، كل ده بنستغله برضو في المفاوضات. بس برضو في الاول وفي الاخر زي ما انت قلت دلوقتي، حته ان الوكيل لما بيبقى صعب بيركن دي على جنب، ما بيحطهاش في الاعتبار. ودي كنت دايما بقولها شوبير في حته ايه، الوكيل اي وكيل بقى يطلع مصر يطلع تونس يطلع
يطلع مغربي، ما هو برضه بيهمه حته جماهيريه للعيب. نعم. لازم يوزن اللعيب ده، انت هتاخده من فين وتوديه فين؟ يعني حته اسم اللعيب، اسم النادي اللي انت بتتفاوض معاه لازم تحطها في الاعتبار، ما تخليش دايما حسبتك يا شوبير ده نادي الزمالك. انت لما تيجي تلعب للاهلي او الزمالك في مصر يعني حاجه كبيره جدا، خاصه انه النادي بيقدرك قوي. يعني لو لما مش هقول لك نادي الزمالك وحيالله ما فيش فلوس، لا ده انت عامل عرض وهو موافق على المبلغ. بعض الوكلاء بقى يا احمد ما بتحطش دي في الاعتبار خالص، بيحسبها ماليا بحت. فاحنا دي اللي بالك اشرف نفسه لم ينجح في الدوري السعودي، ليس لعيب فيه لكنه ما تاقلمش. معلش وهو فرجاني سيسي ما كان نفس الشيء، يعني ما نجحش في الدوري الفرنسي، ما نجحش في الدوري السعودي. انا مش عايز اقولها له، مش عايز اقول له لا بالعكس صراحه، عشان ليس تقليلا منه خالص، يعني بوصلها بطريقه غير مباشره يا ابو حميد في المفاوضات، لان انا مش عايز برضو احسسه ان انا باخدها كعامل ضغط عليك. لا انا بسيبك بكل الاريحيه انك تقرر، وانت لما تشوفها انت لما تشوفها بنفسك وبعينك يا احمد، غير لما انا افرضها عليك. طب انا وانا المفروض ان انا اقول له شفت فرجاني واللي حصل فيه، او شفت فلان واللي حصل فيه، هو حر في اختياراته، لان انا في الاول وفي الاخر اللي بيني وبينه ايه؟ اللي بيني وبينه لازم يكون في رضا وقبول.